يقف النبي على بابها ويطرق الباب مستأذنا ويقول: أمرني ربي ألا أدخل دارك إلا باستئذان. وتالي نفس هذا الباب يحرق بالنار، بل أن سليم دخل متعجبا إلى المدينة، قال: صاير شي في المدينة، ما الخبر يا جماعة وش صاير؟ قالوا: يا سليم، لقد هجموا على دار فاطمة. قال: هجموا على دار فاطمة؟ أتوني واحد أروح إلى أسأله. فقالوا: إليك بسلمان، سلمان في مزرعته وعند المسحات. وإذا سليم يقول لي: يا سلمان جئتك سائلا، صحيح هجموا على دار فاطمة؟ رمى المسحات من يده وخر سلمان على ركبته، وإذا به يقول: آه ذكرتني بالذي جرى. ما تدري يا سليم، مو بس هجموا على دار فاطمة، إذن قال: بقت مولاتي عالقة بين الباب والجدار، ما تقدر تطلع الزهرة. ليش ما تقدر تطلع الزهرة؟ قال: يا سليم اعلم، لأنها بقت عالقة بين الباب والجدار. ليش يا سلمان؟ قال: لأن هناك مسمار نبت في صدرها وبقيت معصبة الجنين، وضعت عصابة على جبينها وعلى خدها الأيمن وأخفت آلامها إلى مثلها اليوم. تقول لأمير المؤمنين أبا الحسن: إني راحل عنكم. ماذا عندك يا فاطمة؟ قالت: يا أبا الحسن، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ما خالفتك منذ أن عاشرتني. فنادى أمير المؤمنين: حاشا لك يا فاطمة، انتين أكرم. قالت: أبا الحسن، إني راحلة عنكم، تزوج من بعد عيني بأمامة، تعاهد قبري بالصوم بالصلاة وقراءة القرآن، ولا تنساني بعد، والتفت إلى اليتيمين فإنهما يظلمان من بعدي. ماذا صنع أمير المؤمنين؟ وضع رأسها في حجره وصار يسليها، يقول: يا زهرة، ستقومين من هذا المرض وترجع الأيام وتقومين يا زهرة من هالمرض. وإذا الزهراء تنادي تقل: من هالمرض ما أشوف، أوف يا حيدر، سلام، زواج عقب عيني يا ابو حسين بأما، بس الله الله عقب موت بهاليتامى، سكن خواطرهم منشف دمعة العين. بعد اطلعوا الجنازة بالليل المظلم، إذا هدأت العيون ونامت الأبصار، واجمع أصحابك عقاب أمات وجهزوا، طلعوا الجنازة.
الجنازة بليل خفية ودفنوا هلك سراض العين بالباب عصرا لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدين. ليش يا زهرة ما قصروا يا مرتضى رضوا رضا وضلوعي إلى اليوم من ضرب الرجس ما سكن ما سكن راعي بعدي على المختار ما نشفت ما نشفت دموعي طبلي ولا طمني فوق خدي ومحجر العين. وإذا بها أمير المؤمنين خرج وطلع الحسنين وعاد إلى الدار قدمت لهما أسماء الطعام. قال أسماء أين أمنا فاطمة؟ أعهدتنا أن نأكل الطعام بغير أمنا فاطمة؟ قالت إن أمكما نائمة. قال أسماء ماذا تقولين؟ هذا ليس وقت نومتها. وإذا بهما ينادي ليش ما نسمع ونمنا ولا نسمع كلام. إن شاء الله طابت العلة يا وطاب ضرب ابن اللئام. لو يا أسماء سافرت عنا وخلتنا أيتا والشهيد يقول لتفاول ترى قلب انكسر سالمة ويا ليت يا ابن امي كلامك لا يكون فالها فال السلام ليت علتها تهون. قال خويا ابن علي وبهضها ضرب المتون نسأل الله الضلع ليه مكسر من الزهر انجبر. خرجا إلى المسجد أمير المؤمنين داخل المسجد خرجا يبكيان لقيهما بعض أصحاب النبي قال ما يبكيكما يا ابني رسول الله؟ قال أوليس ماتت أمنا فاطمة؟ سمع أمير المؤمنين أغشي عليه أفاق من غشوته. جاء إلى الدار أمير المؤمنين يتحدث يقول والذي نفسي بيده لقد كسر قلبي حسين لما انحنى على رجلها ينادي أنا عزيزك الحسين كلميني. فيقول أشهد الله أنها فتحت باعها وضمتهما إلى صدرها فجاء النداء من السماء أن يا علي أبعد الحسنين. فلقد أبكيا والله ملائكة السماء. أنت وينك يا بن فايز؟ أسألك الدعاء صور لنا هذا الموقف. قال ظلوا يتامى من بعدها
حسن وحسين وكلمة نقول من البتولة البتولة خايف وين نادى علي المرتضى وصفاج وصفاج الشفين آجركم الله يا أولادي في الزكية ولأي الأمور.